سويت قص معدة وزراعة شعر وعملية بالفك. هذه مش عمليات تجميل؟ لا، زراعة شعر بالأخير تسابق الزمن، يعني تحاول انك يعني خصوصا اللي عنده صلع وراثي ولا عنده، بس ما اشوف انها عملية تجميل يعني. طب وبرضه في ناس تسأل انه انت ليش مهتم بهذه التغييرات والتعديلات اذا انت اليوم بعيد كمان شوية عن الظهور الإعلامي؟ شوف، اي واحد بالإعلام بيهتم كيف اسنانه تكون، كيف جزء من تحترم المشاهد انه يشوف شيء يفتح النفس. بالاخير انت بتقدم له محتوى، اذا صار شيء شكلك مو مهيئ، زي المذيع اللي قبل الاستديو مثلا يحط ميك اب ولا يحط الان، انت لازم تطلع بشكل انت نظيف. تشوف انه الرجل اللي حق له يسوي بوتوكس وفيلر؟ على حسب الحاله يعني، ما هو انا اللي احلل وحرم. بس في ناس كثير تسوي. انا اتكلم بواقعيه، ربما العفويه حقتي الواقعيه هي اللي تجيب فيني العيد. فهمت؟ لكن في ناس كثير، يمكن انت سمعت بعد، انت في ناس كثير تسوي مع وجه العيادات. انت زعلت من الناس انه ولا اعتقد انه انت سويت؟ لا ما 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 من الفيلر والبوتوكس لا ما زعلت، لكن العيادات كان ما فتحت. فهمت؟ في عيادات يعني لها عملاء ولها زباين قاعدين من نساء ورجال.